أعزائي مشاهدي قناة القدس السلام، أسعد الله أوقاتكم. اليوم الجمعة 12/11/2021 من المسجد الأقصى المبارك ومن أمام صهريج الملك عيسى، وهو عبارة عن بناء يقوم في الساحات الغربية للمسجد الأقصى المبارك بين البائكتين الغربية والبائكة الجنوبية الغربية أسفل صحن الصخرة، أمام باب القطانين وباب المطهرة والمدرسة الأشرفية. البناء مؤلف من ثلاث أروقة سفلية فصلت بقواطع بنائية فيما بينها، ولكل منها مدخل منفصل في جهتها الغربية. أنشأه السلطان الأيوبي عيسى عام 607 هجرية 1210 ميلادية خزانا للمياه، وسمي باسمه. يرتفع عن مستوى صحن الصخرة ببناء أضيف الفترة العثمانية، وكان أحد أروقته الثلاثة قد استخدم في عهد المماليك مخزنا لحاصلات المسجد الأقصى المبارك، وآخر مصلى للحنابلة، ثم أهمل فترة من الزمن وحول بعد أمد إلى مخزن لحدائق المسجد. يستعمل منه حاليا جزء كعيادة طبية مكملة للعيادة الطبية الواقعة شماله. الجزء الأكبر منه يستخدم حاليا كمكاتب للأوقاف الإسلامية المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك. كان معكم الأستاذ أمجد علقم. لا تنسونا من صالح دعائكم. القدس تهديكم السلام.